حقق منتخبنا الوطني فوزا ثمينا في انطلاقة مشواره للحفاظ على اللقب الخليجي، وذلك على حساب شقيقه الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على ملعب استاد الميناء الأولمبي ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم المقامة حاليا بمدينة البصرة العراقية، والتي تستمر منافساتها إلى يوم 19 من يناير الجاري. وحصد منتخبنا الوطني في أولى لقاءاته بالمجموعة الثانية على نقاطه الثلاثة الأولى في البطولة، حيث قدم أداء فنيا عاليا امتاز بالنزعة الهجومية التي قادته إلى تحقيق فوزه الأول في بداية حملة منتخبنا للدفاع عن لقبه الخليجي. وتمكن كميل الأسود من تحقيق هدف التقدم البحريني في الدقيقة 60 عبر ركلة حرة مباشرة على المرمى الإماراتي، فيما حمل الهدف الثاني لمنتخب البحرين الوطني توقيع اللاعب جاسم الشيخ بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77 لتعانق الكرة الشباك الإماراتية. وفي الوقت بدل الضائع وتحديداً في الدقيقة 91 سجل فريق الإمارات هدفه الأول عن طريق البديل سباستيان تجالي، لتنتهي المباراة بفوز أول لمنتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف للإمارات. جول لمنتخب البحرين الوطني. يا شيخ انت يا شيخ، الله يا جاسم الشيخ، الله. هنا في البصرة بتوصل لمنتخبنا الثالث. الله عالية وخطرة. جول جول، هدف أول للمنتخب الإماراتي. وفي هذه اللحظة سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الكرام، حكم المباراة يطلق الصفارة.